بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الدكتور خالد بسيم، أستاذ جراحة الأعصاب في القصر العيني جامعة القاهرة. بما أن كتير قوي من الأهل بيسألوا عايزين معلومات أكتر عن مرض الرأس المثلثة وإزاي نقدر نعرفه ونكتشفه، لأنه هو مرض نادر وبيغيب عن الأهل كتير وعن الدكاترة نفسهم. فأنا جايب لكم النهاردة فيديو قبل وبعد الجراحة، اللي على اللي طبعا الشمال هو ده قبل الجراحة وإحنا على ترابيزة العمليات قبل ما نبدأ وبعد ما حلقنا الرأس، واللي على اليمين ده بعد الجراحة بساعة واحدة بعد ما صلحنا العيب. تعالوا بقى نشوف ايه رأس المثلثة دي وازاي اقدر اكتشفه وازاي بيغير شكل ابني. اول حاجة هتلاحظ ان الحواجب راجع لورا جامد، فالعين بقت بارزة لقدام، طبعا ده تصلح بعد الجراحة. تاني حاجة ان الجبهة نفسها ما بقتش بقى قطعة واحدة، بس بقت عاملة زي حرف الـ V، يعني بقى الجنبين بتوعها راجعين لورا خالص ومدببة من الأمام. العيب ده ممكن تلاحظه لو بصيت من فوق، لكن لو بصيت من قدام ممكن العيب ده يستخبى في الصور، أو حتى لو أنت بتبص عليه ويتهيألك إن الطفل سليم، وبالتالي لازم تبص عليه من فوق. الحاجة بقى التانية إنك لو بصيت من الجنب هتبص تلاقي إن الرأس من ورا بقت كبيرة جدا جدا وعالية، لأن المخ كله راجع ورا، بينما من قدام عند المنطقة اللي فوق العين هتلاقي إن الرأس بقت صغيرة جدا وضيقة. ده لأن العضبتين اللي قدام دول لما بيرجعوا لورا بيزق المخ للخلف ولأعلى، فبيعوجوه خالص، وده السبب إن بعض الأطفال دول بيبقى عندهم إعاقات حركية أو ذهنية أو سلوكية. الحالة اللي قدامنا دي من الدرجات الشديدة في المرض، وعلشان كده إحنا طبعًا عملنا الجراحة بدري جدًا، يعني الطفل ده كان عنده شهر ونص، وإحنا صممنا نعملها بدري علشان قبل ما يحصل خسائر أو تأثير سلبي على المخ ودار. ودي صورته بعد الجراحة على طول أول ما فاق من العمليات، وهو الحمد لله قام بالسلامة وكله تمام، بيقعد معنا يومين وبيروح بالسلامة. وزي ما انتم شايفين بعد الجراحة بقى عنده حواجب والقورة بقت مفرودة، وهو الحمد لله سليم وكويس وانتهت المشكلة. شكراً.